مثلا أول طريقة يعني methods أو principles by mechanical means يعني التغير في درجة الحرارة بيؤدي إلى effect mechanical يعني change of temperature بيؤدي إلى mechanical change تغير في الحجم تغير بالبريشر. الطريقة الثانية اللي هي by electrical means اللي هي مثلا بيصير عندي تغير في المقاومة أو electrical voltage مثلا يتكون عندي electrical voltage هاي كلها electrical effects. إذا عندي في تغيرات ميكانيكية بتصير منها بقدر استنتج الحرارة، في تغيرات كهربائية بتصير بقدر منها استنتج الحرارة، ثالثة في اسمها radiation effects مهمة جدا هلا رح لما نيجي نحكي عنها. radiation هو أحد طرق انتقال الحرارة مزبوط. كيف الشمس بتوصل الحرارة توصل من الشمس by radiation ما بدها medium ما بحاجة للميديوم في حين طريقة ال conduction والconvection بدهم medium. إذا الميكانيكال effects رح نبدأ نتحدث أول شيء عن الميكانيكال effects رح نحكي عن electrical effects وبعدين رح نحكي عن radiation وبعدين رح نقارن بين الطرق المختلفة والtools المختلفة اللي موجودة بكل واحدة من هدول الطرق. رح نبدأ هلأ في الميكانيكال means.